احنا حتى نعرف تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا مراسلنا في الناصريه حقي كريم. مرحبا حقي. اهلا مرحبا ازيل. مرحبا نضال. يا هلا بك. مرحبا. حياك الله. ما اعرف نبدي من الكهرباء الوطني من المولده؟ خلينا نحكي اول شيء على الكهرباء الوطني. تحسنت افضل لانه احنا انطونا موعد انه 3 ايام وتحل مشكله الكهرباء، وهسه احنا تعدت اكثر من 6 ايام. شنو اخبار الكهرباء؟ أجل خرجت مساء أمس عدد تظاهرات واعتصامات شعبية في وسط مدينة الناصرية تطالب في توفير الخدمات والكهرباء، حيث توعد المتظاهرين باستمرار التظاهرات حتى تلبية مطالبهم في توفير كافة الخدمات في المحافظة، حيث ستخرج مساء اليوم أيضا عدة تظاهرات في مدينة الناصرية. ستتوجه هذه التظاهرات الشعبية من خلالها إلى محطة الطاقة الحرارية أو الشبكات الكهربائية في المحافظة. أيضا خرجت البارحة تظاهرات للمثقفين والأدباء ومنظمات مجتمع مدني لنفس المطلب، هو توفير الكهرباء في المحافظة. وأيضا ستكون هناك اعتصامات أخرى مساء هذا اليوم في مدينة الناصرية وتظاهرات أخرى على لنفس الهدف. حقيقة نضال صرح أحد الشيوخ يسمى الشيخ عبد الزهرة، هو أحد منظمي التظاهرات في الناصرية، أن التظاهرات ستستمر ومن كافة شرائح المجتمع من أبناء المدينة في الأيام القادمة، حيث يطالبوا باستقالة مدير توزيع كهرباء الناصرية ومدير شبكات توزيع كهرباء الناصرية. طيب حقي، هذه اعتصامات وتظاهرات متفرقة، يعني كل مجموعة جاي تتظاهر وتعتصم لحالها، يعني مو تظاهرة واعتصام موحدة، هذا اللي فهمته من كلامك صحيح؟ وكلهم مطلبهم واحد هو موضوع الكهرباء. نعم، هو المطلب واحد. نعم. هو موضوع الكهرباء. الكهرباء في مدينة الناصرية لم تتحسن بصورة جيدة ولم يلمس المواطن أي تحسن حسب. نعم. ما صرح به المتظاهرين مساء البارحة، والتظاهرات التي ستخرج اليوم أيضا لنفس الهدف، هو موضوع الكهرباء. طيب مديرية الكهرباء في الناصرية هل صرحت بتصريح معين حتى تهدأ كل هذه الجماهير المعتصمة والمتظاهرة؟ حقيقة أزل البارحة توجه المتظاهرين إلى مديرية توزيع الكهرباء الناصرية، لم يخرج أي مسؤول ولم يأتي للمتظاهرين أي مدير وأي مسؤول من هذه الدائرة لاستقبال المتظاهرين والتحدث معهم. بقي المتظاهرون أمام باب توزيع الكهرباء، مديرية توزيع الكهرباء الناصرية، حتى انتهت التظاهرة وعاد المتظاهرون إلى منازلهم. طيب سؤال أخير فيما يخص المولدات الأهلية، هل هناك يعني خبر أنه يتم تزويدهم بحصة إضافية حتى يتم مساعدة موضوع الكهرباء الوطني، ولا راح تبقى المشكلة يعني قائمة أنه حصتهم قليلة؟ نعم أجل. بالنسبة لمشكلة المولدات الكهربائية في الناصرية، هي مشكلة من حدين. يعني هناك مناطق تجارية في مدينة الناصرية، هي منطقة الشارع الحبوبي، أصحاب المولدات يقولون أنهم لم يجهزوا بمادة الغاز لأنها منطقة تجارية، والأهالي في المناطق الشعبية أو المناطق الأخرى جهزوا في مادة الغاز، لكن حسب تصريح أصحاب المولدات أن مادة الغاز لم تكفيهم لأكثر من 15 يوم بسبب زيادة تشغيل ساعات المولدات وارتفاع درجات الحرارة في المدينة. نعم، احنا نتمنى ان تحل المشاكل. شكرا حق كريم مراسلنا في الناصرية. ما معقولة مشكلة عادية يعني حسب ما احنا افتهمنا ومستمرة لحد الآن، حد اليوم تظاهرات افتهمنا من السيد مصعب في أهل المدينة، صرح اللي هو مدير إعلام وزارة الكهرباء، قال انه العارض فني، يعني صارت عواصف وأدت إلى قطع أسلاك كهربائية، وإحنا رجعنا 90% من هذا الخلل الفني، يعني أتم إصلاحه وتم إصلاحه، وبقى 10%، يعني صار 6 أيام ل 10% ما قادرين يحلونها. كان هذا اللقاء وياه يوم الأربعاء اللي مضى، اللي مضى وانطانا هو يعني وعد 3 أيام ويتم حل هذه المشكلة، وهسه حاليا 6 أيام وهم باقين باعتصامهم وباقين تظاهراتهم. فأنا راح أقول لهم ال 22 تريليون الزايدة عندنا من العام الماضي ودوها كلها للناصرية وحلوا مشكلة الكهرباء. إذا المشكلة مشكلة مادية، وإذا خبرات فإحنا عندنا خبرات، وإذا ماكو فاستوردوا، يعني المشاكل كلها بسيطة وحلها بسيط وفي متناول اليد، لكن منو اللي يفكر؟ ناس مو في مكانهم، اكو مسؤولية المفروض الواحد يتحملها، ناس قاعدة تتظاهر وتعتصم لأنه الحر لا يطاق في الناصرية وحتى في المناطق الجنوبية. طيب
احنا نحاول طبعا نتصل بالمستشار الاعلامي سيد مصعب المدرس نعم. حتى نستفسر من عنده يعني الوعد اللي وعده انه خلال 4 أو 5 أيام تنحل مشكله. والله هو 3 أيام احنا نطلعها اسبوع من الاربعاء اللي مضى. هو قال 3 أيام يعني شخص اذا يعني نتمنى من المسؤولين، مو انا لا اخص السيد مصعب، اي مسؤول في هذه الدوله، انه شخص انت لازم تقدر ال ال الكلام يعني او الموعد الصحيح. 3 أيام ونص غلط، يعني هذا هو اللي قاعد يخرب البلد. الناس بالعالم تحسب للثانيه لجزء من الثانية، وإحنا ما ننطي يعني موعد مضبوط في هذا الموضوع. أنت قلت عاصفة ترابية أو عاصفة ويعني أدت إلى قطع الأسلاك الكهربائية، ما من المعقول أن يبقى 10 أيام و15 يوم. إحنا نحاول الاتصال لحد نهاية الحلقة يعني، ونتمنى أنه سيد مصعب أو من يسمعنا يوصل صوتنا إلى سيد مصعب أنه يفتح جهازه ويحكي ويانا ويعطينا موعد آخر على الأقل حتى تهدأ الناس. حالياً اعتصامات وتظاهرات كبيرة قد تكون يعني تظاهرات أكبر واعتصامات أكبر، وإحنا هذا ما نتمناه. أنه لحد الآن جهازه مغلق يعني للأسف. جاي سمعون ويانا، إحنا جاي نحاول نتصل. هذا هو جهاز سيد مصعب المدرس مدير إعلام وزارة الكهرباء، اللي هو شخص يعني حقيقة متعاون، لكن الموضوع يمكن قد يكون أكبر من حجم وزارة الكهرباء، فلذلك نتمنى من وزارة الكهرباء لا تصرح بتصريحات أكبر من حجمها. راح نصدر الكهرباء، راح ما أعرف شو نسوي بالكهرباء، راح ننطي كهرباء نهاية 2000 فأنتوا لازم 13 الكهرباء 24 ساعة يتمتع المواطن بكهرباء كاملة أو أكثر من 12 ساعة، فإحنا نتمنى ترى ملينا حتى ما إحنا ملينا ما عندهم ثقة، ما عندهم ثقة. على العموم إحنا راح نبقى مستمرين بموضوع الكهرباء، وراح نبقى نتصل بالسيد مصعب الى يعني تشانس الى نهايه الحلقه، ويا ريت انه اذا هو يسمعنا او اي شخص يسمعنا، لان دائما احنا نعرف انه وزاره الكهرباء مهتمه بموضوع اهل المدينه كونه دائما يهتم بموضوع النشره الكهربائيه. الناصريه عندهم مشكله، عندهم اعتصامات وعندهم تظاهرات، والعالم كله سمع بها، يعني مو بس العراق واهل المدينه، حتى لا تقولون نثير الموضوع، هو مثار منذ يعني اكثر من اسبوع والناس تنتظر، ويعني اخذت الكلام من اهل المدينه 3 أيام صبروا الناس 3 أيام حاليا بعد يعني الموضوع زاد عن حده.